أعزائي طلاب وطالبات الصف 11، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة هنكمل فيها مراجعة الأسئلة الموضوعية، وهناخد نمط. أول نمط هناخد أكتب المصطلح العلمي. الكميات التي يكفي لتحديدها عدد يحدد مقدارها ووحدة فيزيائية تميز هذا المقدار، دي الكميات مين؟ العددية أو القياسية. استبدال متجه ما بمتجهين متعامدين يسميان مركبتي المتجه، ده تعريف. لما نستبدل متجه ما بمتجهين متعامدين ده تحليل المتجهات. مقدار الزاوية بالراديان التي يمسحها نصف القطر في الثانية الواحدة، تعريف. السرعة الزاوية أو الدورانية أو الدائرية اللي هي الأمجة. الموضع المتوسط لكتل جميع الجزيئات التي يتكون منها هذا الجسم، الموضع المتوسط لكتل، مركز الكتلة أو مركز العطالة. المسافة الأقصر بين نقطة بداية الحركة ونقطة نهايتها، وباتجاه من نقطة البداية إلى نقطة النهاية. المسافة الأقصر ده تعريف الإزاحة. عملية تركيب حيث يتم فيها الاستعاضة عن متجهين أو أكثر بمتجه واحد. بعوض عن متجهين أو أكثر بمتجه واحد ده تركيب أو جمع المتجهات. حركة مركبة من حركة منتظمة السرعة على المحور الأفقي وحركة منتظمة العجلة على المحور الرأسي. مين دي؟ حركة القذيفة. المسافة الأفقية التي تقطعها القذيفة بين نقطة الإطلاق ونقطة الوصول على الخط الأفقي المار بنقطة الإطلاق، المسافة الأفقية اللي هي المقصود بها المدى الأفقي اللي هو الآر كابيتال. القوة التي تسبب الحركة الدائرية للكتلة ويكون اتجاهها نحو مركز الدائرة، إيه هي دي؟ القوة الجاذبة المركزية اللي هي الإف سي. القوة التي يخضع لها الجسم بسبب جذب الأرض له، ده تعريف ثقل الجسم أو وزن الجسم. علاقة بين مركبة الحركة الأفقية ومركبة الحركة الرأسية خالية من الزمن، هي معادلة المسار. تغير السرعة الزاوية أوميجا خلال الزمن، دلتا أوميجا على دلتا تي اللي هي العجلة الزاوية اللي هي السيتا دبل داش. النقطة الواقعة عند الموضع المتوسط لثقل الجسم الصلب المتجانس، يبقى ده مركز الثقل. الكميات التي تحتاج في تحديدها إلى الاتجاه الذي تأخذه بالإضافة إلى عدد يحدد مقدارها ووحدة القياس. كميات تحتاج إلى الاتجاه والمقدار ووحدة القياس اللي هي الكميات المتجهة. حركة الجسم على مسار دائري حول مركز دوران مع المحافظة على مسافة ثابتة منه، ده تعريف مين؟ الحركة الدائرية. نقطة تأثير ثقل الجسم، ده تعريف آخر لمين؟ لمركز الثقل. حركة جسم على مسار دائري بسرعة ثابتة المقدار، دي الحركة الدائرية المنتظمة. معدل تغير السرعة الزاوية خلال الزمن برضو دلتا أوميجا على دلتا تي اللي هي العجلة الزاوية أو السيتا دبل داش. تغير السرعة المتجهة بالنسبة للزمن، دي تعريف مين؟ العجلة الخطية. الأجسام التي تقذف أو تطلق في الهواء وتتعرض لقوة الجاذبية الأرضية، دي المقذوفات. حركة الجسم حول محور يدور حول محور خارجي، دي الحركة الدائرية المدارية أو الدوران المداري. هناخد نمط تاني من الأسئلة، ضع علامة صح أو خطأ. مقدار حاصل الضرب الاتجاهي يمثل مساحة متوازي الأضلاع المكون من المتجهين، الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده صح. مقدار حاصل الضرب الاتجاهي
بيساوي مساحة متوازي الأضلاع المكون من المتجهين أو المنشأ على المتجهين. حركة القذيفة على المحور الرأسي تكون حركة منتظمة السرعة، العبارة خاطئة، تكون منتظمة العجلة أو معجلة. عند وصول القذيفة إلى أقصى ارتفاع تكون قد قطعت ضعف المدى الأفقي، خطأ، تكون قد قطعت نصف المدى الأفقي، نصف الآر. يقع مركز ثقل مخروط مصمت على الخط المار بمركز المخروط ورأسه وعلى بعد ربع الارتفاع من القاعدة. المخروط ربع الارتفاع وركز من القاعدة، يبقى العبارة صحيحة. لو قال لك من مثلا من الرأس أقول له غلط. يمكن نقل متجه القوة من مكان إلى آخر، العبارة صح ولا خطأ؟ العبارة خاطئة لأن ده متجه مقيد. رقم 2، الشكل الموضح بالرسم المقابل تكون قيمة الـ Fx بوحدة النيوتن تساوي 20، صح ولا غلط؟ أعطينا الـ Fy وأعطينا الزاوية مع المحور الرأسي وأعطينا الـ Fx. عند أكتر من طريقة ممكن تحلها في خطوة واحدة فقط، استخدم قانون التان سيتا بيساوي الـ Fy على الـ Fx. عندنا الـ Fy موجودة بـ40 وعندنا الـ Fx مجهولة. طب والزاوية؟ الزاوية هنا سيتا لازم تكون مع المحور الأفقي مش مع المحور الرأسي، يعني الزاوية 60 دي كأني ما شفتهاش. فأنا هنا هقول 90 ناقص 60 هتبقى دي بـ30، يبقى هنقول تان 30 يساوي 40 تقسيم الـ Fx، هتطلع بقيمة إيه؟ بقيمة القوة اللي هو مقدارها 69.28، يبقى العبارة خاطئة. ممكن نحلها بطريقة أخرى، من الـ Fy ومن الزاوية أجيب الـ F، بعد كده أعوض في قانون المحصلة أقول الـ F بيساوي الجذر التربيعي Fx تربيع زائد Fy تربيع، هتكون على خطوتين. المحصلة دي هتطلع بـ80 يساوي الجذر التربيعي لـ40 تربيع زائد Fx تربيع، هتطلع معانا قيمة الـ Fx برضو بـ 69.282 نيوتن وليس 20 نيوتن. أي طريقة صح. التأرجح البسيط للنجوم يشكل دليلا على وجود كواكب تدور حول النجم المتأرجح، ده صح. ضرب المتجه بكمية قياسية سالبة يغير مقداره فقط، غلط. بيغير المقدار ويعكس الاتجاه. يتغير مسار القذيفة بتغير زاوية الإطلاق، صح. السرعة الخطية لجسم يدور به على الحافة الخارجية لقرص جاسي أقل من السرعة الخطية لجسم يدور بالقرب من المركز، غلط، لأن هنا السرعة الخطية تتناسب طرديا مع نصف القطر، فعند الحافة الخارجية السرعة الخطية أكبر من الجسم القريب من المركز. النقطتان A و B لهما نفس السرعة الزاوية، صح، لأن النقطتين لهم نفس معدل الدوران ولكن بيختلفوا في السرعة الخطية اللي هي V. يقع ثقل مركز ثقل الفنجان في التجويف داخله، هنا أيوة، لأن هنا مركز ثقل نقطة خارج الجسم فيقع مركز ثقل في التجويف، صح. عند إهمال الاحتكاك تختلف سرعة القذيفة لحظة الاصطدام بالأرض عن سرعتها لحظة الإطلاق. عند إهمال الاحتكاك لما يكون نعتبر الاحتكاك مش موجود، السرعتين بيكونوا متساويتان، سرعة الإطلاق تساوي سرعة الوصول. لا تدور كواكب المجموعة الشمسية حول مركز الشمس بل تدور حول مركز كتلة المجموعة الشمسية، صح. مركز ثقل الفنجان والوعاء عبارة عن نقطة تقع على جسمهما، غلط، لأن هما هنا بيقعوا خارج الجسم في التجويف، أن ليس أجسام ليست مصمتة. حاصل جمع المتجهين الـ E و B الموضحين بالشكل، أنا عندي متجه قيمته 5 شرقا و10 غربا، فهنطرحهم تبقى هنا المحصلة بـ5، بس 5 ناحية الغرب فنحط إياه إشارة سالبة، بل عبارة خاطئة. يكون مقدار المركبة الرأسية المتجه يميل على الأفقي أصغر من مقدار المتجه نفسه،
صح، سواء عندنا هنا اف اكس او اف واي تطلع اقل من الاف، او ممكن تساوي الاف، بس مستحيل الاف اكس او الاف واي تكون اكبر من الاف نفسه. فالمركبة الرأسية او المركبة الافقية ممكن يطلعوا اصغر من المتجه نفسه، وممكن يساوي واحد منهم يساوي قيمة المتجه اللي هو الاف، او الاف اكس مثلا تساوي الاف، او الاف واي تساوي الاف، بس مستحيل الاف اكس او الاف واي تكون اكبر من الاف. مركز ثقل الاجسام التي تتركب من اكثر من ماده مواد مختلفه الكثافه يكون بعيدا عن مركزها الهندسي. صح، لان بيكون ناحيه الطرف الاثقل. مركز كتله مطرقه من الحديد يكون اقرب الى راسها الحديد. صح، ناحيه الطرف الاثقل او الاكبر كتله. ناتج ضرب كمية عددية موجبة في كمية متجهة هو كمية، هو هنا قايل لنا عددية، غلط، هي كمية متجهة. الشكل المقابل عاوزين مقدار الإف، عطينا هنا الإف إكس والإف واي، من قانون الجذر هنعوض، 3 تربيع زائد 4 تربيع هيدينا 5 تربيع، يبقى العبارة خاطئة. في أي نظام جاز صلب تقول لجميع الأجزاء السرعة الزاوية نفسها على الرغم من أن السرعة الخطية تتغير. صح، أن السرعة الخطية تعتمد على السرعة الزاوية ونصف القطر، لذلك تتغير. يقع مركز الكتلة لجسم غير منتظم الشكل أقرب إلى المنطقة التي تحتوي على كتلة أقل. غلط، دائما بيكون ناحية الطرف الأثقل أو المنطقة اللي بتكون أكبر كتلة. جمع المتجهات هي عملية استبدال متجه ما بمتجهين متعامدين. غلط، ده تعريف تحليل المتجهات. إذا كان مقدار المركبة الأفقية للقذيفة صغيرا فإن المدى الأفقي بيكون صغير. طالما الـ V الـ X صغيرة يبقى إذا المدى الأفقي مرتبط معاها صغير يبقى العبارة صحيحة. تتناسب القوة الجاذبة المركزية لجسم يدور حركة دائرية منتظمة طرديا مع نصف القطر عند ثبات السرعة الخطية. عند ثبات السرعة الخطية بنستخدم قانون الـ FC يساوي M V تربيع على R. لا، هنا مش تناسب طرد مع نصف القطر، تناسب عكسي، فالعبارة خاطئة. قوتان متعامدتان ومتساويتان، مقدار كل منهما 20، فإن مقدار المحصلة بيساوي 20. لو طبقنا قانون التعامد الـ R تساوي F1 تربيع زائد F2 تربيع هتطلع العبارة خاطئة. 20 تربيع زائد 20 تربيع تحت الجذر هتطلع مش 20، تطلع تقريبا 28 نيوتن. تتحرك القذيفة في مجال الجاذبية تحت تأثير وزنها فقط عند إهمال مقاومة الهواء، العبارة صحيحة. أي مقذوف بإهمال مقاومة الهواء بيقع تحت تأثير الوزن أو قوة جذب الأرض، سواء كان مقذوف رأسي، مقذوف أفقي عن زاوية الإطلاق صفر، أو بيصنع قطع مكافئ، كله بيخضع للوزن فقط. الكرتان A و B المربوطان في خيط يدور حول محور كما بالشكل، فإن مقدار السرعة الخطية بيكون نفسه. عبارة صح ولا العبارة خاطئة؟ العبارة خاطئة، لأن السرعة الخطية تعتمد على نصف القطر، فالسرعة الخطية للنقطة A أكبر من السرعة الخطية للنقطة B. مركز كتلة الجسم يقع دائما عند نقطة بداخل الجسم. غلط، قد يقع في الجسم وقد يقع خارج الجسم كما في الحلقة الدائرية والإطار المستطيل. تعتبر حركة القذيفة حركة مركبة من حركة منتظمة السرعة على المحور الرأسي ومنتظمة العجلة على المحور الأفقي. ده تعريف غلط، هو مبدل. حركة منتظمة السرعة المفترض على المحور الأفقي، حركة منتظمة العجلة على المحور الرأسي. تكون العجلة الزاوية السيتا دبل داش ثابتة المقدار في الحركة الدائرية المنتظمة. غلط، تساوي صفر، لأن السرعة الزاوية ثابتة القيمة.
يكون المتجهان متساويان إذا كان لهما المقدار والاتجاه نفسه، صح، بشرط التساوي. تعتبر حركة دوران الأرض حول الشمس حركة مدارية، صح. مركز ثقل الأجسام التي تتركب من أكثر من مادة ينطبق على مركزها الهندسي، غلط، بيكون ناحية الطرف الأثقل. تسمى متجهات الإزاحة والسرعة المتجهة بالمتجهات الحرة، صح، لن يمكن نقلها من مكان إلى آخر بدون أن تتغير قيمتها واتجاهها. حاصل الضرب العددي أو النقطي لمتجهين متوازيين يساوي صفر. متجهين متوازيين يعني الزاوية بينهم صفر. قوسين صفر بكام؟ من قانون الضرب العددي قوسين صفر بواحد. لا، ما يساوي الصفر، ده هيكون أكبر ما يمكن. يقع مركز ثقل جسم منتظم الشكل مثل المسطرة في المركز الهندسي. العبارة صحيحة، أي شكل هندسي منتظم بيقع مركز الثقل عند المركز الهندسي. تعتبر حركة القذيفة حركة مركبة من حركة منتظمة السرعة على المحور الأفقي وحركة منتظمة العجل على المحور الرأسي. هنا العبارة صحيحة. يكون مقدار محصلة متجهين متساويين مقدارا مساويا مقدار أحدهما لو كانت الزاوية بينهما 120 درجة. العبارة صحيحة، الإف 1 والإف 2 متساويان والزاوية بينهم 120، فإن مقدار المحصلة بيساوي واحد منهم. مقدار ناتج حاصل الضرب القياسي يقدر بمساحة متوازي الأضلاع الناشئة عن المتجهين. العبارة خاطئة، مقدار ناتج حاصل الضرب الاتجاهي وليس القياسي. الحركة الأفقية القذيفة والحركة الرأسية القذيفة غير مترابطتين، وينتج عن تأثيرهما المسار المنحني الذي تتبعه المقذوفات. العبارة صحيحة، بالرغم هنا الحركة الأفقية القذيفة والحركة الرأسية القذيفة غير مترابطتين أو آنيتين، غير أن تأثيرهما معا بينتج مسار منحني اللي هو مسار قطع مكافئ. يكون الحصان القريب من الحاجز الخارجي سرعته الدائرية، نركز، سرعته الدائرية اللي هي الزاوية، مساوية للسرعة الدائرية للحصان القريب من الحاجز الداخلي في لعبة دوارة الخيل الخشبية. هنا الحصانين القريب والبعيد هيكون ليهم نفس السرعة الدائرية أو نفس السرعة الزاوية، لأن هما بيدوروا نفس عدد الدورات في وحدة الزمن، فالسرعة الزاوية متساوية. أما السرعة الخطية بتختلف، للحصان عند الحاجز الخارجي هيبقى أكبر من الحصان القريب من الحاجز الداخلي. عجلة الجسم المتحرك حركة دائرية منتظمة تساوي صفر. هل العجلة في الحركة الدائرية المنتظمة تساوي صفر؟ أقول له العبارة خاطئة، لأن في عجلة اسمها العجلة المركزية تنشأ من تغير اتجاه السرعة المماسي. هو فعلا العجلة الزاوية تساوي صفر والعجلة الممسية تساوي صفر، بس يبقى العجلة المركزية، يبقى في عجلة. ضرب متجه بكمية قياسية موجبة يغير مقداره واتجاهه، غلط، ويغير المقدار فقط ولكن الاتجاه كما هو. يمكن أن تكون إحدى مركبتي المتجه أكبر من المتجه نفسه، لسه واخدينه، مستحيل، غلط، يعني الـ Fx مستحيل تبقى أكبر من الـ F. ممكن الـ Fx تساوي الـ F أو تكون أقل من الـ F، ولكن مستحيل أنها تكون أكبر من الـ F. لعبة الساقية الدوارة في المدينة الترفيهية مثال على الحركة الدائرية المحورية، صح. في الشكل المقابل محصلة المتجهين الـ V1 والـ V2 تساوي كام؟ عندنا دي متجه V2 عند المتجه V1. هنا دي مش الزاوية يا شباب، الزاوية دائما بين ذيلي المتجهين، فاحنا نعمل عملية نقل، نحرك القدام كده، فهتكون الزاوية بين الـ V1 والـ V2 60 درجة، لأن هنا المجموع كله على بعض دي 180 درجة، فاحنا هنا دي 120، الباقي منها كام؟ 60. يبقى احنا هنا هتكون الـ V1 والـ V2 الزاوية بينهم مش 120، 60 درجة. ونطبق قانون المحصلة اللي هو الـ V1 تربيع زائد الـ V2 تربيع زائد 2 V1 V2 كوزين ثيتا، والثيتا هنا ما ننساش نعوض بزاوية 60، مش هتطلع بنفس الرقم اللي موجود، يبقى العبارة خطأ.
مساحة متوازي الأضلاع المنشأ على متجهين، مدينا المتجهين، والزاوية بينهما 60 يساوي 4 متر مربع. مساحة متوازي الأضلاع المقصود بها مين؟ مقدار حاصل الضرب الاتجاهي، اللي هو ضرب الاتجاهي اللي هو الأول في الثاني في ساين الزاوية. فهنضرب 2 ضرب 4 ضرب ساين 60، هتطلع العبارة خاطئة. في الشكل المقابل عند قصف الكرة A والكرة B من نفس الارتفاع فإنهما يصلان في نفس اللحظة. العبارة صحيحة لأنهما بيتحركان بنفس العجلة، وهي عجلة الجاذبية الأرضية. الشكل المقابل يمثل كرتان A و B مربوطان في خيط واحد، بيدور الخيط حول المحور C، فإن السرعة الخطية للكرتين متساوية، أو السرعة الممسية للكرتين بتكون متساوية. السرعة الخطية هي نفسها السرعة المماسية. هل هنا متساوية؟ غلط. هنا الـ VB أقل والـ VE أكبر، لأن النصف القطر بتاعها أكبر. يبقى هنا العبارة دي خطأ والعبارة الثانية خاطئة. أثناء دوران أسطوانة التسجيل الموضحة بالشكل المقابل حول المحور الرأسي، تكون السرعة الخطية للعلبتين متساويتين. هنا السرعة الخطية لسه قايلين V تعتمد على نصف القطر، هنا نصف القطر مختلف، إذن السرعة الخطية مش هتكون متساوية. السرعة الخطية للـ A أكبر من السرعة الخطية للـ B. أثناء دوران أسطوانة التسجيل الموضحة بالشكل السابق حول المحور الرأسي، تكون السرعة الزاوية متساوية للعلبتين. هنا السرعة الزاوية لا تعتمد على نصف القطر، فهتكون متساوية، لأن النقطتين هيكون لهم نفس معدل الدوران. يبقى العبارة صحيحة، الأوميجا A يساوي الأوميجا B. تنعدم السرعة الخطية أو الممسية عند مركز المسطح الدائري ولا تتلاشى السرعة الزاوية. العبارة صحيحة، لأن السرعة الخطية تعتمد على نصف القطر، فعند مركز المسطح الدائري الـR بصفر فالفي بصفر، أما الأوميجا بتكون موجودة. هنا الأوميجا لا تعتمد على نصف القطر. متجهان متساويان ومتوازيان حاصل ضربهما العدد 25، فإن مقدار المحصلة 50، خدناها أكثر من مرة. عندنا في الأول من حاصل الضرب العددي، وإن الزاوية متوازيان يعني الزاوية بصفر، هنجيب مقدار المتجهين هيطلع معانا بخمسة. المحصلة عاد المتجهين هنجمعهم لأن متوازيان في نفس الاتجاه، 5 زائد 5 تطلع بعشرة نيوتن وليس 50 نيوتن. يتغير مسار قذيفة ما بتغير زاوية الإطلاق، فإذا كانت زاوية 90 درجة يصبح مسار القذيفة خط رأسي. العبارة صحيحة، 90 خط رأسي، صفر نصف قطع مكافئ. أي زاوية أكبر من الصفر تحت 90 قطع مكافئ. بعد كده هناخد سؤال أكمل العبارات التالية. يكون مقدار محصلة متجهين أقل ما يمكن عندما يكون المتجهان متعاكسان، يعني الزاوية بينهم 180 درجة. يتساوى مقدار حاصل الضرب القياسي مع حاصل ضرب الاتجاه لمتجهين متساويين إذا كانت الزاوية بينهما كام؟ 45 درجة، لأن كوزين 45 يساوي كوساين 45 يساوي 0.707 أو 1/2. كلما كانت المركبة الأفقية لقذيفة أقل، كلما كان المدى الأفقي أقل. في الحركة الدائرية المنتظمة تكون العجلة المماسية أو الزاوية تساوي صفر. العجلة المماسية تساوي صفر لأن السرعة الممسية ثابتة المقدار. العجلة الزاوية ليه تساوي صفر؟ لأن مقدار السرعة الزاوية ثابتة المقدار. حركة مضرب كرة القاعدة أثناء قصف في الهواء تكون محصلة حركتين، حركة دورانية حول مركز الثقل وحركة انتقالية لمركز الثقل. عندما يكون شكل مسار القذيفة نصف قطع مكافئ، بتكون زاوية الإطلاق زي ما قلنا صفر. تنعطف سيارة كتلتها M بسرعة V على مسار دائري قطره، لازم نقسم على 2 عشان نجيب نصف القطر، هنا هيبقى 25. فإن العجلة المركزية الـ EC، هنعوض بقانون الـ EC بيساوي V تربيع على R. V تربيع اللي هو 5 تربيع على الـ R اللي هي 25، هتطلع معانا العجلة المركزية بواحد.
محصلة متجهين متساويين مقدارا تساوي مقدار أي منهما إذا كانت الزاوية المحصورة بينهما بالدرجات كام؟ لسه واخدينها 120 درجة. يكون المتجهان نقط إذا كان لهما المقدار والاتجاه نفسه يكون متساويان. حركة القذيفة على المحور الرأسي تكون حركة منتظمة العجلة. الحركة الدائرية المنتظمة مين اللي بتساوي صفر زي ما قلنا؟ العجلة الزاوية والعجلة المماسية. حركة مضرب كرة القاعدة أثناء قذفه في الهواء تكون محصلة حركتين، حركة دورانية حول مركز الثقل وحركة انتقالية لمركز الثقل على شكل قطع مكافئ. متجهان مقدار كل منهما 2 ولهما خط عمل واحد، فإذا كان باتجاهين متضادين أو متعاكسين فإن ناتج جمعهما الاتجاه. متجهين في اتجاهين متضادين هنطرحهم 2 ناقص 2 صفر. في غياب الاحتكاك مع الهواء يكون مسار القذيفة على شكل منحنى قطع مكافئ. جسمان A و B يتحركان على محيط دائرة حركة دائرية منتظمة، فإذا كانت كتلة الـ A مثلي أو ضعف كتلة الـ B فإن العجلة التي تتحرك بها الجسم B نقط العجلة التي تتحرك بها الجسم A. جسمان A و B يتحركان على محيط دائرة حركة دائرية منتظمة، فإذا كانت كتلة الجسم A مثلي يعني ضعف كتلة الجسم B فإن العجلة التي يتحرك بها الجسم A نقط العجلة التي يتحرك بها الجسم B زي ما قلنا السرعة الخطية، السرعة الزاوية، العجلة المركزية لا تعتمد على الكتلة لأن ما فيش قانون فيه كتلة. إذن العجلة التي يتحرك بها الجسم A تساوي أو نفس العجلة التي يتحرك بها الجسم B. يكون مركز ثقل الأجسام غير منتظمة أقرب إلى الطرف الأثقل أو الكتلة الأكبر. محصلة متجهين بتكون أكبر ما يمكن إذا كانت الزاوية بينهما كام؟ صفر، لأن إحنا هنا بنجمع المتجهين. مسار قذيفة أطلقت مائلة بزاوية مع المستوى الأفقي في غياب قوة الاحتكاك يكون على هيئة قطع مكافئ مثالي. دائما في غياب الاحتكاك نسميها قطع مكافئ أو قطع مكافئ مثالي. تتناسب العجلة المركزية EC لكتلة تتحرك حركة دائرية منتظمة طرديا مع مين؟ عند ثبات نصف القطر. العجلة المركزية تتناسب طرديا مع السرعات اللي هي مربع السرعة الخطية مربع السرعة الزاوية مع الفي تربيع أو الأوميجا تربيع عند ثبات نصف القطر. حاصل الضرب النقطي أو العددي أو القياسي للمتجهين هو كمية عددية أو قياسية. حركة القذيفة بزاوية مع الأفقي على المحور الرأسي بتكون حركة منتظمة العجلة صح أو معجلة صح. السرعة المماسية في الحركة الدائرية المنتظمة تتناسب طرديا مع السرعة الدائرية اللي هي الزاوية ومع نصف القطر. عند قذف مفتاح إنجليزي في الهواء فإن مركز ثقله يتبع مسارا منتظما على شكل مين؟ على شكل قطع مكافئ سواء المفتاح الإنجليزي أو المضرب. قذفه في الهواء بياخد شكل قطع مكافئ، قذفه على سطح أفقي أملس بيبقى مسار مركز ثقل خط مستقيم. عند ضرب كمية عددية سالبة في كمية متجهة يكون اتجاه المتجه الناتج عكس اتجاه المتجه الأصلي لأن كمية عددية سالبة تغير المقدار وتعكس الاتجاه. يكون مسار القذيفة التي تنطلق بزاوية في مجال الجاذبية الأرضية على شكل قطع مكافئ. متجه العجلة المركزية في الحركة الدائرية يكون دائما متجه الإي سي يكون دائما نقول عمودي على اتجاه السرعة المماسية أو في اتجاه مركز الدائرة. القوة الجاذبة المركزية اللي هي الاف سي على جسم يتحرك حركة دائرية منتظمة تكون دائما في اتجاه نقط اتجاه السرعة الخطية. دائما
القوة المركزية والعجلة المركزية اتجاههم عمودي على اتجاه السرعة الخطية. المتجهان F1 ب12 وF2 ب6 متعامدة، فإن اتجاه المحصلة، عاوز الاتجاه نجيب من تان سيتا، هنقول تان سيتا بيساوي 16 على 12 ونحسبها بأي طريقة، الطريقة الحديثة، أو نقول شفت تان 16 على 12 يطلع معانا مقدار الزاوية بالدرجة. إذا أطلقت قذيفتان الأولى بسرعة V وبزاوية 60 والثانية بنفس السرعة وبزاوية 30، فإن المدى الأفقي للأولى نقط المدى الأفقي للثانية. هنا 30 و60 مجموع زاويتي الإطلاق كام؟ 90. إذن المدى الأفقي للأولى يساوي أو نفس المدى الأفقي للثانية. تدور لعبة دوارة الخيل الخشبية بسرعة زاوية اللي هي الأوميجا، فإن زمن الدورة الواحدة المقصود بها الزمن الدوري. هي العلاقة بين الزمن الدوري والسرعة الزاوية؟ الأوميجا بتساوي 2 باي على تي، نعوض بالأوميجا والتو باي ثابت والزمن الدوري مجهول، نطلع الزمن الدوري هيطلع معانا تقريبا بعشرين ثانية. النسبة بين قوة الاحتكاك على قوة رد الفعل ده تعريف معامل الاحتكاك ميو. يكون مسار القذيفة التي تنطلق بزاوية 30 في مجال الجاذبية الأرضية عند إهمال مقاومة الهواء على شكل قطع مكافئ مثالي. أولا هنا دي زاوية فوق الصفر وتحت التسعين، يبقى قطع مكافئ، وبإهمال الهواء نعتبره قطع مكافئ مثالي. تنزلق السيارة التي تدور على منعطف أفقي اللي هو دوار عندما تكون قوة الاحتكاك بين إطاراتها والطريق أقل من القوة الجاذبة المركزية. يتحرك جسم حركة دائرية منتظمة، فإذا كان التردد F بعشرة فإن زمنه الدوري، علاقة بسيطة كنا بناخدها، التي بيساوي 1 على الاف او الاف بيساوي 1 على التي، نعوض يطلع معانا الزمن الدوري ب 0.1 ثانية. عند قصف كرة القاعدة في الهواء نجد انها تتبع مسار منتظم على شكل قطع مكافئ، اي حاجة في الهواء بتاخد مركز ثقلها بياخد شكل قطعة مكافئ. عند تطبيق قوة على جسم في مركز ثقله بحيث تكون معاكسة لقوة ثقله في الاتجاه ومساوية لها في المقدار، فإن الجسم يتوازن، لأن مجموع القوة هنا المؤثرة عليها تساوي صفر. متجهان متساويان ومتلاقيان في نقطة واقعان في مستوى واحد، القوة الأولى ب40 والقوة الثانية ب40 والزاوية بينهم 120 درجة، فإن مقدار المحصلة دي الحالة الخاصة تساوي 40، 40 40 والزاوية بينهم 120 يبقى المحصلة 40. قيمة المركبة الرأسية لمتجه ما تكون مساوية لمقدار المتجه الأصلي، يعني الـ FY تساوي الـ F 100 لما تكون الزاوية تساوي 90 درجة. طب لو قال لك قيمة المركبة الرأسية تساوي المتجه الأصلي بس تعاكسه في الاتجاه، يبقى هناخد الزاوية ناحية الجنوب اللي هي 270 درجة. يجر عامل عربة بقوة F 100 نيوتن اللي هي F دي، خدنا زيها بواسطة حبل يميل بزاوية 30 على المحور الأفقي، فإن قيمة المركبة الأفقية الـ Fx هي عبارة عن F كوزين ثيتا، 100 كوزين 30 هتطلع معانا 86.6. لو قال لك المركبة الرأسية كنا هنقول 100 ساين 30. للحصول على أكبر مدى أفقي ممكن لقذيفة تطلق من مدفع، يجب أن تكون زاوية القذف كام؟ 45 درجة. يحلق طائر الموضح بالشكل بسرعة 30 متر على الثانية ناحية الشمال، هبت عليه رياح معاكسة ناحية الجنوب، فإن مقدار السرعة المحصلة طالما شمال وجنوب نطرحهم 15 وهيكون ناحية الشمال. ينعكس اتجاه المتجه ويتغير مقداره عند ضرب المتجه بكمية قياسية سالبة. عند إطلاق قذيفتين بسرعة ابتدائية متساوية بالمقدار وبزاويتين مختلفتين، واحدة ب20 وواحدة ب60، فإن الارتفاع الرأسي للقذيفة نقط يكون أكبر. الارتفاع الرأسي يعتمد على الساين سيتا، يعتمد على المركبة الرأسية، مين المركبة الرأسية أكبر؟ للستين، يبقى القذيفة رقم واحد، قذيفة رقم واحد 60، المركبة الرأسية لها أكبر فالارتفاع أكبر فزمن أقصى ارتفاع أكبر، بل قذيفة واحد.
ناتج ضرب كمية قياسية في كمية متجهة هو كمية متجهة دائما. حركة القذيفة في الاتجاه الأفقي حركة بسرعة منتظمة من التعريف. المركبة الرأسية اللي هي الـ VY عند القوة عطاها لنا، وعند الزاوية 60 مع المحور الأفقي. هنا الـ FY بعيد عن الزاوية يبقى ياخد صيد، يبقى هنعوض في القانون على طول، فهتطلع معانا 20 ساين 60 هتطلع معانا ب17.32، تكررت أكتر من مرة. ركض لاعب على مسار دائرة نصف قطره دال R بزاوية عطاها لنا بالراديان دي سيتا، فإن المسافة التي يقطعها اللاعب على المسار اللي هي الإس، الإس بتساوي سيتا ضرب الآر باي على 4 ضرب 400، هتطلع بيه ب100 باي، أو هيطلع معانا ب314 تقريبا بوحدة المتر. جسم يتحرك في مسار دائري نصف قطره اللي هو 2 آر، سرعة زاوية اللي هي أوميجا، عاوزين السرعة الخطية اللي هي الفي، الفي تساوي الأوميجا ضرب آر، ونعوض هيطلع معانا الناتج بوحدة المتر على الثانية. إذا كان حاصل الضرب القياسي المتجهين متساويين يساوي مقدار حاصل الضرب التقاطعي أو الاتجاه، فإن الزاوية تكون كام؟ قلنا 45. إذا كانت زاوية إطلاق القذيفة ما بالنسبة للمحور الأفقي تساوي صفر، فإن شكل المسار بيكون نصف قطع مكافئ. متجه العجلة المماسية في الحركة الدائرية يكون دائما من اسمه مماسا للدائرة أو للمسار الدائري. عند ضرب المتجه بدي الإكس بيساوي 20 يونت و30 درجة بكمية عددية مقدارها سالب 2، المقدار هيتغير والاتجاه هينعكس. المقدار هيتغير يصير كام؟ يصير 40. والاتجاه يتغير ازاي؟ هنا هيبقى عكس الاتجاه، نضيف على التلاتين دي 180 درجة، ب30 زائد 180 تطلع معانا 210 درجة. أما لو كانت موجب 2 كنا هنقول 40 بس، والزاوية زي ما هي 30 درجة. عند انطلاق عدة مقذوفات في الهواء بسرعة ابتدائية في دوت واحدة وبزاوية إطلاق بزوايا إطلاق مختلفة، فإن المقذوف الذي يحقق أكبر ارتفاع هو الذي تكون زاوية إطلاقه كام مع المحور الأفقي. المقذوف الذي يحقق أكبر ارتفاع يما تكون زاوية الإطلاق 90 درجة اللي هو خط رأسي، ده يبقى أكبر ارتفاع. أما لو قال لك أكبر مدى أفقي، مدى أفقي اللي هي الزاوية 45 درجة. عندما يدور مسطح دائري حول محور عمودي كما بالشكل، فإن السرعة مين اللي بتنعدم؟ عند مركز المسطح الدائري بتكون السرعة المماسية أو الخطية أو العددية هي اللي بتنعدم، أما السرعة الزاوية لا تنعدم. قرص دوار نصف قطره اللي هو الار بواحد، فإذا أكملت نقطة على محيطه دورة كاملة، دورة كاملة يعني الزاوية هنا 2 باي راديان، فإنها تقطع مسافة اس، الاس بيساوي سيتا ضرب الار. عندنا احنا هنا السيتا ب2 باي في الار بواحد، يعني 2 باي ضرب الواحد تطلع ب2 باي، هتطلع معاك ب6.28 متر. يتحرك جسم على مسار دائري بسرعة زاوية اللي هي أوميجا، فإن زمنه الدوري تي يساوي، عندنا علاقة بين الزمن الدوري والسرعة الزاوية، الأوميجا بتساوي 2 باي على تي، نعوض عن الأوميجا والتو باي تنزل زي ما هي، الزمن الدوري مجهول يطلع معانا الزمن الدوري ب8 ثانية. العجلة الزاوية للجسم المتحرك في المسار الدائري اللي قدامنا يساوي بوحدة الراديان على السنة تربيع. أنا عندي هنا الأوميجا 1 ب2 والأوميجا 2 ب2. العجلة الزاوية سيتا دبل داش تساوي دلتا أوميجا على دلتا تي اللي هي أوميجا 2 ناقص أوميجا 1 على دلتا تي، أو أوميجا فاينل ناقص أوميجا إنيشيال على دلتا تي. لو عوضنا هنطرح 2 ناقص 2 على دلتا تي، هتطلع السيتا دبل داش بصفر. بكده نكون أخذنا نمط الأسئلة الموضوعية بالكامل، اختيار من متعدد المصطلح العلمي
أكمل العبارات صح ولا غلط. المرة الجاية إن شاء الله ناخد نمط الأسئلة المقالية والمسائل. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.